أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا حول البداء وقد ذكرنا ان البداء في التكوينيات كالنسخ في التشريعيات بمعنى ان الله سبحانه وتعالى يقدر امرا لمصلحه ثم يغير ذلك التقدير بسبب مصلحه اخرى مع علمه من الازل بما يقدره اولا وما يقدره اخرا كما انه سبحانه وتعالى قدر العذاب لقوم يونس يونس لما كفروا بالله وبنبيهم يونس عليه السلام. فلما قرب منهم العذاب تضرعوا الى الله سبحانه وتعالى وتابوا مما كانوا فيه. فالله سبحانه وتعالى غير ذلك التقدير ومتعهم الى حين. وفي التشريعيات الناسخ كما قدر كما شرع ذابح اسماعيل فلما اسلم وتله للجبين حينئذ نسخ الله سبحانه وتعالى ذلك الحكم مع علمه من الازل بانه سيشرع وسينسخ لانه شرع لمصلحه ثم نسخ لمصلحه اخرى الكلام في هذا اليوم حول الحديث الخامس فما بعد من باب البداء من كتاب الكافي الشريف هنا الراوي وهو حمران ابن أعين أخو زرارة يسأل الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية في سورة الأنعام قضى أجلا وأجل مسمى عنده. الله سبحانه وتعالى له أجل مقضي وأجل مسمى. ما هو الفرق بينهما؟ الأجل هو نهاية الشيء من حيث الزمان. يعني الإنسان يعيش في هذا الكون في هذه الأرض لسنوات معدودة. نهاية هذه السنوات الموت. هذه النهاية من حيث الوقت تسمى الأجل. فهذه الآية، الآية الثانية من سورة الأنعام، تدل على أن هناك أجلين. قضى أجلاً، هذا الأجل المقضي، وأجل مسمى عنده. هناك أجل آخر هو أجل مسمى. ما هو الفرق بينهما؟ الجواب على ذلك الإمام الباقر -عليه الصلاة والسلام- يجيب بأن الله سبحانه وتعالى تقديراته على نحوين، النحو الأول التقدير المحتوم الذي الله سبحانه وتعالى لا يغيره لعدم وجود مصلحة في تغييره، هناك قد يكون أجل محتوم هذا الاجل المحتوم لا يغير اذا الله سبحانه وتعالى قضى بذلك الاجل كما في قوله تعالى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وقال في ايه اخرى اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون فاذا اجل حتمي لا ينفع لا دعاء ولا صدقه ولا طبيب ولا صديق انتهى الامر الله سبحانه وتعالى قدر قضاء محتوما هذا الاجل المقضي الذي تشير اليه هذه الايه قضى اجلا الاجل الثاني هو الاجل المسمى يعني الله سبحانه وتعالى سجله في لوح المحو والإثبات وأخبر به ملائكته وأخبر به رسله أو بعض رسله أو بعض ملائكته، لكن يخبرهم ويشير إليهم إلى أن هذا الأجل ليس أجلا محتوما، إذا هذا الشخص دعا الله سبحانه وتعالى قد يزيد في عمره. إذا وصل رحمه الله سبحانه وتعالى قد يزيد في أجله. إذا مثلا استعمل بعض الأساليب الطبيعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى قد يزيد في أجله. يعني المريض مثلا هذا إذا ذهب للعلاج قد الله سبحانه وتعالى يشفيه. وإذا لم يذهب إلى العلاج قد يموت. من فعلته لماذا نحن نرسل مرضانا إلى المستشفيات لماذا نحن إذا مرضنا أمراض صعبة نذهب إلى المستشفيات إذا واحد ملحد أجي طرح هذه الشبهة الله قدر موتك أو لم يقدر موتك جعل لك أجل أو لم يجعل لك أجل إذا جعل لك أجلان فهذا الأجل ما راح يتغير سواء ذهبت إلى الطبيب أو لم تذهب إلى الطبيب الجواب ان هذا هو الاجل المسمى او ما يعبر في بعض الروايات بالاجل المعلق يعني مشروط ان ذهبت الى الطبيب الله سبحانه وتعالى قد يزيد في اجلك يعني يؤخر الاجل يزيد في عمرك واذا لم تعالج الله سبحانه وتعالى قد يقرب اجلك فاذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا الكون على نظام من جملة النظام انه الاسباب والمسببات، انت اذا اتخذت السبب تصل الى المسبب، اذا ما اتخذت السبب لا تصل الى المسبب، او واحد من الناس مثلا يذهب على شاهق ويقول الله سبحانه وتعالى قدر موتي بعد دقيقه او لم يقدر، اذا قدر موتي سواء القيت نفسي من شاهق او لم القي نفسي من شاهق ساموت. وإذا لم يقدر موتي سواء ألقيت نفسي أو لم ألقي نفسي لا أموت زين هذا هل يصحح له أن يلقي نفسه من الشاهق ثم إذا وقع على الأرض وارتطم وانتكسرت عظامه ومات نقول إنه أجل من الله سبحانه وتعالى الجواب إنه أجل من الله لكن أجل غير محتوم يعني الله سبحانه وتعالى أمثال هذه الآجال علقها على شروط إن تحققت تلك الشروط عجل في الاجل ان لم تتحقق تلك الشروط اجل الاجل وكذلك في العكس قد تكون شروط اذا تحققت يعجل في الاجل اذا لم تتحقق يؤجل في الاجل اذا هذا هو الاجل المسمى يعني الله سبحانه وتعالى من الازل يعلم ماذا سنفعل وعلمه ليس سببا لافعالنا كما ذكرنا في حلقه ماضيه كعلمنا بطلوع الشمس غدا. هل علمنا سبب لطلوعها؟ كلا. علم الله ازلا بماذا نفعل وماذا نختار؟ هذا ليس سببا لاعمالنا. فاذا الله سبحانه وتعالى يقدر اجل بالدعاء قد يغير هذا الاجل، بالصدقه يغير هذا الاجل، بالصلاة الرحم يغير هذا الاجل. هذا بالنسبه الى الاجل المسمى. اما الاجل المحتوم كلا، يعني الله قدر قضاء حتم. فهناك لا ينفع صدق ولا دعاء، ولا تضرع، ولا طبيب، ولا أي شيء آخر من الأسباب. لماذا؟ لأن الله أراد إرادة حتمية. فهنا البداء في الأجل المسمى. يعني هناك تقدير، أنت بالدعاء سبب أن الله يرحمك فيغير ذلك التقدير وهو من الأزل يعلم بأنه سيقدر لمصلحة وأنت تدعو وبسبب دعاك الله سبحانه وتعالى سيغير ذلك التقدير هو من الأزل يعلم لا جهل في ذلك وإنما من حيث العمل أنت الله يعلم بأنك ستدعو ويعلم بأنه سيغير التقدير أو من الأزل يعلم بأنك لم سوف لا تدعو وانه لا يغير التقدير. فعلينا الانتباه الى هذه النقطه الاكيده التي هي من صميم مسائل التوحيد. لماذا تدعو؟ لماذا تدفع صدقه؟ لماذا تعمل الصالحات؟ لماذا تترك كثير من الامور التي تسبب الموت السريع؟ لماذا؟ لانك تعلم بان هناك تغيير في التقدير. بمشيئه الله سبحانه وتعالى وبعباره اخرى إن الله سبحانه وتعالى إذا قدر شيئا لمصلحة هذا لا يسبب عجزه عن تغيير ذلك التقدير كما كانت تزعم اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة يقولون إن الله خلق والآن لا يتمكن من التغيير هذا كفر غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا نحن المسلمين نعتقد بأن الله يقدر وأنه يتمكن من تغيير ذلك التقدير كما أن الله سبحانه وتعالى يشرع ويتمكن من نسخ ذلك التشريع كما أنه شرع شرائع سابقة ونسخها وفي نفس الإسلام شرع بعض الأحكام ونسخها نعم بعض الأحكام باقية لا نسخ فيها لأنه لا مصلحة في نسخها الصلاة واجبة لا مصلحة في نسخ وجوب الصلاة لذا الوجوب استمر أما دفع الصدقة قبل النجوى كان فيه مصلحة ثم المصلحة تغيرت فالله سبحانه وتعالى نسخ الحكم بالوجوب. قال حمران بن أعي ابن اعين: سألت ابا جعفر الامام الباقرة عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل قضى اجلا واجل مسمى عنده، يعني هنا اجلان. قضى اجلا يعني اجل مقضي. واجل مسمى عنده يعني الاجل المسمى ما هو الفرق بينهما؟ قال هما اجلان اجل محتوم هو الاجل المقضي، قضى اجلا اجل محتوم واجل موقوف، الاجل المسمى موقوف باي معنى موقوف؟ يعني متوقف على شرائط اذا تحققت تلك الشرائط وصل الأجل إذا لم, يتحقق تلك لم تتحقق تلك الشرائط عجل في الأجل أو أخر ذلك الأجل بعد ذلك ننتقل إلى حديث آخر أيضا في ضمن أحاديث البداء هناك آيتان في القرآن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يستدل بهما على البداء الآية الأولى في سورة مريم وهي قوله تعالى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكو شيئا هذه آية وآية أخرى في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هاتان الآيتان حينما نجمعهما نرى في الآية الأولى اللي هي في سورة في سورة مريم الله سبحانه وتعالى يقول "خلقناه من قبل ولم يك شيئا ولم يك شيئا" في سوره الانسان يقول لم يكن شيئا مذكورا في الايه الاولى لم يكن شيئا في الايه الثانيه لم يكن شيئا مذكورا ما هو الفرق بين الايتين لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يفسر الايتين بهذا المعنى ان التقدير ليس ازليا. الله هو ازلي. لا بداية له. صفاته الذاتية كالعلم والحياة والقدرة وأمثالها من صفات الذات هي ازلية لأنها هي نفس ذاته سبحانه وتعالى. لا فرق بين هذه الصفات وبين ذاته. لكن هناك أمور ترتبط بفعل الله. والشيء الذي يرتبط بفعل الله هذه الافعال لم تكن ثم كانت وقد ذكرنا فيما مضى الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل من الفروق التي توضح الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل انه لا يصح سلب صفات الذات عن الله لا يجوز ان تقول لم يكن يعلم ثم علم هذا كفر الله سبحانه وتعالى دائما ازلا يعلم اما يصح ان نقول ان الله سبحانه وتعالى لم يرزق هذا الانسان ثم رزقه. لم يرزقه ثم رزقه. اما يصح ان تقول لم يعلم به ثم علم به كلا. لم يعلم به هذا كفر. اما لم يرزقه ثم رزقه هذا شيء بالوجدان، نحن نرى كثير من الناس يضيق عليهم في رزقهم ثم يوسع عليهم. لم يخلقه ثم خلقه. نحن الآن مخلوقون لكن قبل ألف سنة لم نكن في هذه الدنيا لم نكن ثم كنا يعني لم يكن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا ثم خلقنا زين التقدير من صفات الفعل يعني الله سبحانه وتعالى لم يكن قد قدر شيئا ثم قدر فالآية الأولى تقول ولم يك شيئا يعني لم يكن مقدرا ولا مذكورا لا الله سبحانه وتعالى كان قد قدر ولا انه ذكره ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قدر خلق الانسان ولكن لم يكن قد خلقه ثم بعد ذلك خلقه فالآية تشير إلى تدرج، يعني لم يكن لا تقدير ولا ذكر، ثم صار تقدير بدون ذكر، ثم بعد ذلك صار ذكر، الآن الإنسان يذكر، قبل ذلك لم يكن مذكوراً لكنه كان مقدراً، وقد مضى سابقاً، انه لا يكون شيء في هذا الارض الا بسبعه، يعني الله سبحانه وتعالى اذا اراد ان يخلق شيئا خلقه بمراحل منها مراحل القضاء، منها القدر، منها الامضاء، منها المشيئه، منها اجل، منها كتاب، هذه مراحل في الخلق، صحيح ان الله سبحانه وتعالى قادر على الخلق أمره إذا أراد شيئا أن, يق أن يقول له كن فيكون، لكن المصلحة اقتضت في هذا الكون التدرج في الأمور. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق السماوات والأرض في لحظة واحدة، لكن المصلحة اقتضت أن يخلقها في ستة أيام. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق إنسانا دفعة كما خلق آدم وحواء. لكن المصلحة في سائر الناس اقتضت التدرج. أن يبدأ من نطفة إلى أن العظام يكسى باللحم ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم يولد وأيضا يحتاج إلى مراحل من التطور والكمال إلى أن يبلغ أربعين سنة ويبلغ رشده الكامل إذا هذه مراحل فهنا الآية الأولى التي هي في سورة مريم تشير إلى أن الإنسان لم يكن لا مقدرا ولا مكونا ولا مذكورا والآية الثانية اللي هي في سورة الإنسان تشير إلى أن الله قدر الإنسان وبعد ذلك خلقه ثم ذكره أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا قال لا مقدرا ولا مكونا يعني الله لم يقدره ولم يوجده لكن في الايه الثانيه هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قال كان مقدرا غير مذكور فهذا يدل على ان التقدير ليس من صفات الذات يعني بحيث انه كما يقول بعض الفلاسفه ان الاراده صفه ذاتيه والاراده لا تنفك على عن المراد فكل الاشياء موجوده في الازل الجواب الاراده هي من صفات الفعل لا من صفات الذات وهناك حصل خلط في اذهانهم بين الاختيار والاراده. الاختيار من صفات الذات يعني له ان يفعل وله ان لا يفعل هذا من صفات الذات لكن الاراده هي ايجاد الاشياء وايجاد الاشياء من صفات فعل الله سبحانه وتعالى لذا الله في الازل لم يكن قد اوجد الاشياء يعني لم يكن قد اراد ايجادها كان يتمكن من ايجادها لكن لم يرد ايجادها لعدم مصلحه في الازل في ايجادها ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى اراد ايجادها فاوجدها لكن اوجدها ضمن مراحل هذه المراحل خلق السماوات والارض في سته ايام ثم تقديرات كما في سوره فصلت الله سبحانه وتعالى قدر اقوات الارض مثلا في اربعه ايام يعني اربعه مراحل ثم خلق الانسان وقبل الانسان خلق موجودات اخرى والانسان على هذا الارض على هذه الارض ومعه موجودات اخرى والله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شان من احياء واماته ورزق وتوسعه في الخلق وما الى ذلك. وايضا من احاديث البداء الحديث السابع ايضا عن الامام الباقر عليه الصلاه والسلام وهذه هذا الحديث فيه دقه ويحتاج الى توضيح وحاصله ان الله سبحانه وتعالى من الازل يعلم ما فيه البداء وما ليس فيه البداء يعني يعلم بانه سيقدر تقديرا ويغير ذلك التقدير كما انه يعلم بانه سيشرع حكما ثم ينسخ ذلك الحكم هذا من الازل يعلم وايضا يعلم بالامور التي لا بداء فيها يعني يعلم بانه يقدر شيئا ولا يغير ذلك التقدير فسواء الامور البدائيه او الامور غير البدائيه، الله سبحانه وتعالى من الازل عالم بها. زين. الله سبحانه وتعالى يخبر اولياءه من الملائكه او الرسل ببعض العلوم، وَعَلَّمَ آدم الاسماء كلها. الله سبحانه وتعالى علم آدم من علومه. علم الملائكة أيضا بعض الأمور لكن تعليمه لآدم كان أكثر من تعليمه للملائكة ولذا فضل آدم على الملائكة لأنه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني تفضيل آدم على الملائكة كان بعلمه زين الله سبحانه وتعالى عند علوم ويعلم بأن هذه المقدرات فيها بداء وعنده علم بمقدرات لا بداء فيها. اذا اخبر اولياءه من الملائكه من الانبياء بالعلوم التي لا بداء فيها ثم اذن لهم بان يخبروا الناس يعني الله سبحانه وتعالى اعلم رسوله محمدا صلى الله عليه واله بامور مثلا القيامه والحساب والصراط والجنه والنار هذه لا بداء فيها. واذن لرسوله ان يبلغ هذه العلوم الى الناس ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء يعني من معلوماته هذا لا كلام فيه، الله سبحانه وتعالى اخبر اولياءه بامور ستحق ستتحقق حتما قضاء حتم فيها لا بداء فيها وأذن لهم بأن يخبروا الناس وقد يخبرهم بالأمور البدائية لكن إذا أخبرهم بالأمور البدائية إما لا يأذن لهم بأن يبلغوا هذه العلوم للناس وإذا أذن لهم بإبلاغ هذه العلوم للناس لكن يخبرهم بأن يعطوا اشاره الى الناس بان هذه المعلومات هذه الاخبار قد تتغير يعني الله سبحانه وتعالى قد يغير التقدير لماذا؟ حتى لا يكون كلامهم عند الناس كذبا يعني اذا اخبر الرسول الناس بان زيد غدا سيموت ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى غير التقدير صار بداء لأن زيد مثلا تصدق وتضرع ودعا فالله سبحانه وتعالى رحمه ومدد في عمره وبعد أجله زين الناس باتر ينتظرون يقولون أن الرسول أخبرنا بموت هذا وإذا ما مات بالليل شنو يقولون؟ يكذبون الرسول زين شنو سبب التكذيب هو أنه أخبرهم بخبر لم يتحقق فلذا الله سبحانه وتعالى لا يأذن لهم بالذكر الأخبار البدائية هكذا للناس وإنما إذا أذن لهم بذكر الأخبار البدائية يعلمهم بأن يخبروا الناس أنه يمكن أن تتغير حتى اذا اذا حتى اذا تغيرت لا يصير تكذيب للرسل وتكذيب يكون سببا من الله والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك بان يعمل شيئا يكون سببا لتكذيب رسله نعم اهل الباطل يكذبون لكن ذاك بسوء اختيارهم ليس بفعل من الله سبحانه وتعالى ولذلك مثلا في قضيه عذاب قوم يونس الله سبحانه وتعالى اخبر نبيه يونس بأنه سيأتي عليهم العذاب على قومه اذا لم يتضرعوا، لذلك تضرعوا. الايه الشريفه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين ولذا حينما خرج يونس مغاضبا كان الاولى له ان لا يخرج مغاضبا لانه العذاب كان مشروط بشرط بشرط استمرارهم على بغيهم وكفرهم فلما تضرعوا الله سبحانه وتعالى استجاب لهم فكان المفروض الاولى له ان لا يغضب وان لا يخرج من القريه اما بالنسبه الى الاقوام الاخ اخرين مثل قوم ثمود ثمود قوم صالح الذين عقروا الناقه هنا صالح اخبرهم خبرا جزميا قال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام وعدا غير مكذوب هذا وعد حتمي هسه دعوا ما دعوا وكذا الله سبحانه وتعالى لا يغير ذلك عنهم وكذلك الاقوام الاخرى الذين اهلكوا بالطاغيه او بريح صرصر عاتيه او باي طريقه اخرى من عذاب الله سبحانه وتعالى فاذا الله حينما ياذن لانبيائه ان يخبروا بشيء فيه البداء او يمكن ان يكون فيه البداء يعطيهم اشاره او يبين لهم فهم حينما ينقلون ينقلون الكلام مشروطا حتى اذا لم يتحقق لحصول البداء فيه الناس لا يكذبونهم والله لا يكذب انبياءه ورسله ولذا احنا في احاديثنا الاحاديث البدائيه المرويه في كتبنا نشوف في هذه الاحاديث اكو اشاره إلى أنه يمكن هذا التقدير يتغير، يعني مثلاً عندنا حديث أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ذكر لبعض أصحابه منهم عمرو بن الحمق الخُزاعي رضوان الله تعالى عليه. عمرو بن الحمق من خُلَّص أصحاب أمير المؤمنين كان. فأمير المؤمنين أخبره بانه في سنه سبعين سيكون رخاء لكن تلا هذه الايه يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب يعني الله مقدر ان تكون في سنه سبعين رخاء لكن يمكن الله سبحانه وتعالى يغير هذا التقدير اشاره فلذا حينما هذا الكلام انتشر بين الناس أن أمير المؤمنين قال بأنه عام سبعين سيكون رخاء لكن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يسأل أبو حمزة الثمالي أنه مرت السنة سبعين وما شفنا رخاء فالإمام الباقر على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يجيب أبو حمزة ما معناه أن أمير المؤمنين قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب تلا هذه الآية إنه كان المقدر في لوح المحو والإثبات أن يكون هناك رخاء في سنة سبعين لكن لما خذل الناس الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وقتل غضب الله سبحانه وتعالى على الناس فأجل في الرخاء أجل إلى سنة 140 زين بس مشروط في سنة 140 بشرط أن يصل الناس إلى درجة من النضج ومن القابلية في لتحمل الأحكام الشرعية ولتحمل الأسرار لكن مع الأسف الأئمة أخبروا لكن الناس أفشوا الخبر أذاعوا السر يعني سقطوا في الامتحان إلا القليل منهم الله امتحنهم إحنا راح نسوي لكم فرج ورخاء في سنة 140 بس بشرط أن تكونوا بمستوى عالي من الإيمان ومن جملة أن لا تفشوا الأسرار لكن أفشوا الأسرار فالله غضب مرة أخرى على الناس وأجل الرخاء إلى وقت غير معلوم إذن حينما أمير المؤمنين يخبر بأنه الرخاء يكون في سنة سبعين يذيل كلامه بأنه هذا يمكن أن يكون فيه البداء هذا مثل النسخ الله سبحانه وتعالى في الآيات المنسوخة أحيانا يشير إلى أنه هذه الآية يمكن أن تنسخ يعني هذا الحكم يمكن أن ينسخ مثلا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى في سورة النساء آية 15 يقول واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إذا ارتكبت الفاحشة يحتاج إلى أربعة شهود فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت الحكم الأول شنو كان؟ هذه المرأة تحبس حبسا ابديا في البيت سجن مؤبد في البيت فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا هذا او يجعل الله لهن سبيلا اشارة إلى أن حكم الحبس المؤبد لهاته النسوة قد يتغير ينسخ وبعد ذلك نسخ نسخت الآية يعني الحكم بآية الثالثة من سورة النور حينما قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا سبيل الحبس المؤبد يعني أفرض مرأة ثلاثين سنة خمسين سنة سبعين سنة تكون محبوسة هذا أسوأ أو أنه تجلد مئة جلدة تشعر بألم العقوبة كما شعرت بلذة المعصية حتى يكون عقوبة ورادعا لها ولغيرها هذا السبيل تخفيف إذا في الآية المنسوخة كان إشارة إلى أنه قد يكون هناك نسخ كذلك في الأخبار البدائية في الأخبار البدائية هناك إشارة إلى أنه هذه قد يحصل فيها البداء ولذا إحنا مثلا في علامات الظهور عندنا علائم محتومة هذه لا تغير فيها حسب ما يذكر مثل ظهور الدجال والسفياني مثلا والصيحة في السماء وعلائم أخرى لكن هناك علائم أخرى ذكرها الأئمة وقالوا إنها غير محتومة يعني شنو غير محتومة؟ يعني يمكن الله سبحانه وتعالى يغير التقدير فلا تتحقق تلك العلائم ويظهر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بدون تلك العلائم لماذا؟ لأنه قد يدعو الناس يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يغير ذلك التقدير ويعجل في فرج الإمام بدون العلائم غير المحتومة أما العلائم المحتومة ذكروا أنها محتومة هذا جملة من الأحاديث البدائية والحديث الصلة هناك أحاديث أخرى سنتطرق إليها في حلقات قادمة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين Oh